الرحمن الرحيم. أنا محمد حسن الرفاعي، مدرس مادة اللغة العربية في نقطة الرحمة. نقطة الرحمة التي تقع في مخيم العودة في البقاع اللبناني في بر الياس. هذا المخيم يعتبر أكبر مخيم للاجئين السوريين في لبنان. بلغ عدد الطلاب في هذه النقطة 220 طالبا، يداومون في فترتين صباحية ومسائية، موزعين على 4 كرفانات. المواد التي تدرس مادة اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والثقافة، بالإضافة إلى مادة القيم الأخلاقية وحصص الرياضة والنشاط والترفيه. نتوجه بالشكر إدارة وطلابا لمؤسسة رحمة الإغاثية لتأسيسهم لهذه النقطة التي تشغلها الآن منظمة أورينت هيلفر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم دوام العطاء.